كيفاش تقدروا تجاوبوا السلطات اللي كتقول على ان الادماج في الوظيفه العموميه بديل المباراه غير قانوني وان عليكم تدوزوا المباراه؟ سيدي نحن مطلبنا الرئيسي هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، نظرا لان القوانين اللي صدرت في المغرب كلها منذ 1982 لم تطبق على ارض الواقع. هذه القوانين لم تفعل، لم تستطع اي حكومه تفعيل هذه القوانين، واخر ما كاين هو المرسوم اللي خرج به اللي خرج في حكومه اليوسفي، مرسوم 97 اللي كيعطي الكوطة 7% للمكفوفين، حتى هو لم يستطع ان يفعل، يعني لم تستطع اي حكومه ان تفعله. وكنعرفوا بان المكفوف خدم بالاستثناء او بدورية يصدرها رئيس الحكومه في 99 في حكومه اليوسفي، وفي 2002 وفي حكومه عباس الفاسي. كيفاش هاد الناس العداله هما اللي جاوا بغاو يطبقوا علينا القانون؟ حنا اخويا ما كاينش قانون كيحمينا اصلا، حتى ولو بغينا ندوزوا المباراه كاين الكفيف لا يتمتع بمجموعه من الحقوق، ما عندوش بطاقه اعاقه تخول له ولوج هذه المباراه. ولا زال السيد العثماني والسيد الوزيره كيكذبوا علينا وكيقولوا لنا سيتم اجراء مباراه في اخر السنه، والسنه مازال لها شهرين وتسالي، والتحضير للمباريات كتعرفوا كيخصو عام او عامين او كيخصو وقت طويل، وما كاينش قانون اللي كيخول لينا نجتازوا هذه المباراه. واش نتوما عمركم دوزتوا شي مباراه الوظيفه العموميه يعني من غير الكوطا، من غير واش عمركم دوزتوا عمر شي واحد فيكم تقدم المباراه الوظيفه العموميه؟ اخر ما كاين هو الاخوان ديالنا تقدموا، بعض الاخوان باش يجتازوا مباراه في التعاقد، حتى الملفات ديالهم تم رفضوها يعني من الاول. يعني عرفتوا السبب ديال الرفض شنو هو؟ السبب ديال الرفض هو اننا مكفوفين عادي زعما جدا، ما انا ما نفهمش تيقول لك جيب لي شهاده تثبت سلامه الجسد، انا ما فهمتش كيفاش سلامه الجسد، وان الانسان كيمرر الافكار بالفم ديالو وعنده الافكار في دماغه، يعني شنو المشكل الا ما كانش كيشوف؟ واصلا حنا كنعانيو من واحد المساله كبيره سيدي، ان المنظمات نتاع المكفوفين في المغرب اصبحت 70% من الاساتذه اللي فيها اساتذه مبصرين، ولا يتعاملوا مع المكفوف الا المكفوف، يعني كيف نسد ذلك الفراغ الموجود في المؤسسات؟ واخا شنو هما الخطوات المقبله من غير هذا الاعتصام هذا اللي كنشوفوا؟ يعني الخطوات المقبله اللي غادي ديروها انتم كتنسيقيه؟ سيدي انا باش نقول لك من الاخر، الناس نقول لك اشنو كيدور في دماغ المكفوفين او في عقول المكفوفين. هناك من يفكر بالالتحاق بقوارب الموت للخروج من ارض الوطن، هذه يعني ستقع كارثه. هناك من يفكر في الانتحار، وهناك من يفكر في اسقاط الجنسيه. كنقول لهاد الناس نقدونا وكفانا من التماطل، وكنقول للحكومه كفانا من الكذب وكفانا من المراوغه، وانتم اصلا سدين علينا ابواب الحوار. وكنقول لهم راه الا مشات الاوضاع هكا راه غتوقع كارثه انسانيه بين المكفوفين في المغرب. تحيه نضاليه للاخوان ديالي، وكذلك عزاؤنا واحد للمرحوم صابر الحلوي، الله يرحمه وينزل عليه الرحمات. وبالاضافه كما معلوم حنا هذه ثلاث اسابيع وحنا كنخوضوا اعتصام مفتوح، وللاشاره يعني ولو جهه معنيه، يعني واخا كتكون حوارات فقط شكليه يعني هنايا في الشارع من بعض الناس يعني اللي من الناس الوزاره، واش ما عمر جلستوا في طاوله الحوار يعني مع معكم انكم درتوا اجتماع مع ولا مسؤول في الوزاره في هذه الايام الاخيره؟ ولو مسؤول في الوزاره يعني، ولو كان غير شي كون دار هذا الحوار كون راه على الاقل غيكون عندنا امل، ما غنبقاوش على اعصابنا، ما غنبقاوش واخذين هذا الاعتصام ليلا ونهارا، يعني كنواجهوا ارهاصات كبيره. وكنتمنى من الجهات المعنيه باش تتدخل في الملف ديالنا والتدخل في القضيه ديالنا اللي هي عادله ومشروعه وراه منصوص عليها في مختلف التشريعات الوطنيه والاتفاقيات الدوليه، والدستور ديال 2011 راه كيخول لنا هذا الحق هذا. وحنايا مادام ان ما كاينش حل حنا مازلنا صامدون، ما غاديش نستسلموا، وان شاء الله باذن الله عز وجل اكيد الله سبحانه وتعالى غينصرنا على هاد الناس اللي هما متماطلين وما بغاوش يعطيونا الحق ديالنا. هو اعتصام فوق سطح وزاره التضامن والاسره والمساواه والتنميه الاجتماعيه بالموازاه مع اعتصام اخر امام ابواب الوزاره المذكوره.
هذا الاعتصام مع الاسف كيف ما تعرف الجميع وكيف ما تعرفوا الجميع المواطنين، الاعتصام دائما كيكون بمعاناته واكراهاته اللي هي يعني النوم على الارض ويعني انك كتعرض للشمس، اشعه الشمس الحارقه والامطار يعني مرارا وتكرارا تهطلت علينا هنا مع الاسف، بالاضافه الى الجوع العطش، صعوبه حتى يعني اقل ما كاين هو صعوبه وجود يعني اماكن لقضاء الحاجه مع الاسف. بالاضافه كما قلت للمطالب ديالنا، المطلب احنا عندنا مطلب هو كاين بزاف ديال الحقوق، مجموعه من الحقوق مع الاسف نعم كما قلت بزاف ديال الحقوق مع الاسف ما كتطبقش، ولكن المطلب الاساسي واللي يعني من حق جميع المواطنين المغاربه اللي هو الحق في العيش الكريم. الحق في العيش الكريم هو عن طريق الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه وسوق الشغل. احنا داوي شهادات جامعيه، احنا عندنا مجموعه من الشواهد، عندنا شواهد توزيع المكالمات الهاتفيه، عندنا شواهد كما سبق لي وقلت جامعيه عليا في مختلف الشعب الدراسيه كيف ما تنقولوا. بحال شت شواهد؟ هناك شواهد كما تنقولوا في دراسات عربيه، دراسات اسلاميه، انجليزيه، فرنسيه. واش الاجازه الماستر؟ نعم نعم الاجازه ماستر، وهناك كذلك مشاريع الدكتوراه يعني ما وهناك يعني شهاده البكالوريا، يعني ابتداء من شهاده توزيع المكالمات الهاتفيه الى مشاريع الدكتوراه لبعض الاخوه اللي هما عندهم هذه المشاريع هذه. واخا بالنسبه لكم كتطلبوا الادماج في الوظيفه العموميه، علاش كترفضوا انكم تدوزوا المباريات بحال جميع المواطنات والمواطنين؟ نعم هذا سؤال مهم، علاش كنرفضوا اننا ندوزوا المباريات؟ حنا لو ان القانون كان كيطبق والكوطة كتطبق قانون النشأة ديالها، بالله عليك انا شنو هو السبب اللي غيخليني انا ما ندوش المباراه مع انني كنعلم كان علم اليقين انني غنستافد من حقي القانوني اللي كيضمنوا لي القانون.